أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في الفرقة الحبشية أتباع عبد الله الهرري الحبشي، وما هو مذهبهم؟ مذهبهم القبورية والشرك بالله عز وجل. قبوري، هذا قبوري والعياذ بالله صوفي. وقد صدر من اللجنة الدائمة بيان، صدر من اللجنة الدائمة بيان في الرد على هذه الفرقة الضالة وبيان منهجها، وفيه رسالة جامعية تتكون من مجلدين عن فرقة الأحباش ومذهبهم، وفيه كتاب لأحد الأخوة السوريين عبدالرحمن دمشقيه عن فرقة الأحباش، قد كتب عنهم كتابات مطولة ومختصرة، خلاصتها أنهم فرقة شركية قبورية صوفية. نعم.